الله. السلام عليكم. برج الجدي، حالك واقف نساء او رجال بكل الكره الارضيه، قسمه ماكو، ذريه ماكو، مريض، مسحور، عليك نفس، عليك عين. شلون اطيبك؟ من القران الكريم سوره الانعام، هاي السوره المباركه يوميه تسمعها بالليل، مو تقراها، بعدها مباشره تسمع حديث الكساء باذن الله تعالى فتره قصيره يومية تسمعها بالليل، حتى أثناء، بالنسبة للنساء حتى أثناء العذر الشرعي، ما تشوف إلا نفسك طبت من كل داء، وأنا مسؤول عن كلامي أمام الله. السلام عليكم ورحمة الله.